بكم في مشوار جديد من توب ترند لهذا الأسبوع. وفي هذا المشوار سنطلعكم على أهم وآخر الأحداث والقصص والفيديوهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي. والبداية مشاهدينا بأبرز عناوين حلقة اليوم. أسود الرافدين يحققون حلم الطفل في الدوحة. بين الجماهير وعلى المدرجات في قطر، ياباني يشجع أسود الرافدين. يريدهن خمسات، فرحة منتسبي العقود بأول راتب. وأخيرا مشاهدينا، بنت معدلة، بنت عمرها 10 سنوات، تعمل الكوزي بطريقة مميزة. فاصل قصير ونعود لكم. أهلا بكم من جديد، وكما عودناكم البداية من العراق. دعوني أعرفكم على بطل الترند الأول معنا في حلقة اليوم، ألا وهو الطفل مختار. الطفل مختار يعاني من مرض جلدي مزمن، إلا أنه أصر على الذهاب إلى الدوحة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي رفقة والدته، فأجرى لقاء تلفزيونيا عبر فيه عن حبه ومساندته للعراق في مبارياته، وقال إن لاعبه ميمي هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني العراقي وهو المفضل لدي. المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونال رواجا كبيرا بين المستخدمين. دعونا نتابع الفيديو معنا. خبرون ماما رتبوا لك موضوع السيارة ووصلت اليمن للتمرين. زين نسوي لك تيشيرت هم حلو باسمه. يلا الحبيب. ماشي؟ يلا حبيبي قاعد ارتاح. الله يحبك ان شاء الله. ان شاء الله هذا دافع معنا وانه تقدمون الافضل. ان شاء الله. ملامح الفرح وتعبير الفرح واضحة جدا على الطفل لملاقاته لاعبيه المفضلين. أما كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، نبدأ بميثم والتي علقت تقول: مجدد عليهم أسود الرافدين، أبطال داخل وخارج الملعب. أما التعليق التالي كان لفرات والتي علقت: عافية عليهم، والله حبيبي ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك بحياتك ويبعد الحزن عن قلبك، بحق لا إله إلا هو الحي القيوم. التعليق الأخير مشاهدينا كان لبلال والذي قال: والله يتكلم بحب وعفوية، أتمنى لك صحة وعافية إن شاء الله، وأسأل الله إنه ما يردك بإذن الله إلا وإنت مشافة. هذه كانت التعليقات على فيديو الطفل الصغير لدى ملاقاته المنتخب العراقي. والآن من الطفل دعونا ننتقل وإياكم إلى المدرجات، تحديدا إلى مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأصبح ترند. فمن بين المشجعين العراقيين في الدوحة ومن على المدرجات، حيث يظهر في مقطع الفيديو المتداول شاب ياباني يقف بين المشجعين العراقيين على المدرجات، يرتدي قميص منتخب العراق
وهو يرقص ويهتف ويبتسم، وعلى ما يبدو أنه سعيد جداً بتشجيعه لأسود الرافدين. دعونا نتابع هذا الفيديو معنا. تمنع اللغة هذا الشاب من الفرح والاستمتاع بتشجيع الفريق المفضل لديه. أما الآن مشاهدينا، دعونا ننتقل إلى إنستغرام ونرى بعض التعليقات. نبدأ بحساب يسمي نفسه Forever والذي علق يقول: هلا والله كل العالم وكل العرب وكل المنتخبات اجتمعت على حب المنتخب العراقي. أما التعليق التالي مشاهدينا كان لبارق والذي كتب يقول: والنعم من تايا كامورا منور بين أهلك وعمامك. مشاهدينا التعليق الأخير كان لرافد والذي قال: زين هذا الياباني أخاف جاسوس المنتخب الياباني ويريد يخلي الجماهير سم. مشاهدينا هذه كانت التعليقات على فيديو المشجع الياباني، لكن نبقى بأجواء كرة القدم والمدرجات، لكن ننتقل إلى سيطرة ريال مدريد على كل مجريات اللقاء مع برشلونة، حيث احتفلت الجماهير العراقية المشجعة والعاشقة لنادي ريال مدريد في حين ظهر المدريدي حمد. حمد هو بائع الشاي، ظهر في مقطع فيديو وهو يتصل ببساطة برئيس نادي ريال مدريد يهنئه بهذا الفوز الخطير على برشلونة وبنتيجة قاسية. مشاهدينا المقطع لقى رواجاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك دعونا نتابعه سوياً. نعم سيداتي يا نساتي، ننقل إليكم الآن اتصال مباشرة حمد المدريدي بالرئيس بيريز. بيريز Hello. بيريز، اهلا وسهلا بيريز. Yes. One, two, three, four. For Real Madrid. Yes. هلا بيريز العلم يعني بيريز يعني رئيس نادي ريال مدريد يعني الله وياك. هذه كانت طريقة احتفال هذا الرجل بفوز فريقه ريال مدريد. أما كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو؟ دعونا ننتقل إلى إنستغرام ونقرأ بعض التعليقات. نبدأ بعماد والذي علق قائلا: لا هاي قوية كلش، معقولة؟ أنت بأهلك ما متصل تتصل ببريز؟ أما التعليق التالي مشاهدينا كان لحكمة والتي علقت قائلة: حبيت الثقة، هم ذول جماهير ريال مدريد عندهم علاقة قوية تربطهم بالنادي ورئيس النادي، سلم لي عليه وياك. التعليق الأخير على هذا الفيديو كان لسمير والذي علق يقول: عمي عوف الرجال بحاله، هو يا دوب عنده وقت يخطط للنادي، يا أخي ليش تزعجه؟ كل خابرك فيما بعد. هذه كانت التعليقات على هذا الفيديو، لكن ما زلنا ضمن أجواء كرة القدم والأهداف، لكن ننتقل إلى مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، حيث حصل منتخب العراق على أول 3 نقاط ليحتل وصافة المجموعة بفارق الأهداف. أما هدف أيمن حسين كان هدفا جميلا، لكن والدته لم تكن تشاهد المباراة وجاءها الخبر السعيد بتسجيل ابنها هدفا مميزا
وكانت ردة فعلها الدعاء النابع من القلب، ردة فعل والدة لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين لقت إعجاب الكثيرين عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع ردة الفعل معنا. أم أيمن هدف. يا الله يا الله يا أيمن هدف. يا الله يا الله هدف هدف الثالث يمه. يا رب نحمدك ونشكرك، يا رب نحمدك ونشكرك. اي والله هسه خابرني البنات. يا الله يا الله. امي ما تدري هسه قلت لها. الف الحمد لله وشكر يا رب. نحمدك ونشكرك ربي، نحمدك ونشكرك ربي. كانت بالمستشفى تدعي له من كنا بزانكو. الف الحمد لله يا رب. الحمد لله والشكر يا ربي. يا الله يا الكعبة اللي افتريتك، الكعبة اللي افتريتك. افتح لي ابوك ايمن ورب، ايمن ان شاء الله، ايمن ورب، ان شاء الله العراق يفوز، ان شاء الله العراق يفوز، ايمن ورب، ايمن. صاروا ثلاثة هالسنة. ان شاء الله ايمن حبوبه وسيلد، رب اهم قرون. يا رب مو وسيلد، رب اهم قرون العراق يفوز. اللهم امين يا رب. عادة ما يكون دعاء الام نابعا من القلب، خاصة عندما يحقق ولدها أو طفلها إنجازاً عظيماً. أما كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو؟ دعونا نشاهد عبر إكس. نبدأ بفريد والذي علق يقول: أيمن وبشار وغيرهم من اللاعبين إذ ما قدموا مصجهم، هاي خيارات المدرب بالأخير، هاي إمكانية أيمن حسين، ما رح يقدر يقدم أفضل. أما تعليق الثاني مشاهدينا كان لميادة والتي علقت قائلة ووجهت رسالة إلى الأم على ما يبدو وقالت: الله يحفظك ويطول بعمرك حجية، وألف الحمد لله والشكر ما تباوعين لعبه، كان رحتي به، اسم الله عليك. مشاهدينا التعليق الأخير كان لفتاح والذي علق يقول: الله يحفظها ويفرحها وإن شاء الله يكون ابنها رفعة راس إلها وإلنا. هذه كانت التعليقات على هذا الفيديو، ونتمنى للمنتخب المزيد من التقدم في البطولة. أما الآن ننتقل إلى فيديو آخر، فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعود هذا الفيديو لشرطي مرور يظهر فيه وهو يعلق على استلامه لأول راتب له جراء تعيينه ضمن عقود وزارة الداخلية. يقول: أراد المحاسب أن يعطيني خمسينات، قلت له أريد خمسات. المقطع لاقى رواجا كبيرا على منصات السوشيال ميديا ونال استحسان العديد. لنتابع كيف كانت ردة فعل الشرطي على استلامه لأول راتب له. سبوا سبوا بويا بويا يا بويا يا بويا يا بويا. شهر وعشرة أيام صار لنا وقومني كلام الله، حتى رجلي ما عانني، حتى الهوية ما أدري بيها، وحتى فاطمة تجارة الهوية ما أدري بيها وين راحت. والإدارة الأهم صاحة علي، تعالوا صلوا. هذه فرحة حقيقية باستلام أول راتب. أما كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو؟ نبدأ بتمار والتي علقت قائلة: 500 وهيك صار بحالك يا بعد أمك، لو ينطوك مليون كانش صار بيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل ظالم حرم الشعب من حقوقه. أما تعليق التالي مشاهدينا كان لسلام والتي علقت تقول: الله يكون بعون الشباب الخريجين الشرفاء والعراقيين الذين بذلوا جهدا كبيرا في دراساتهم وهم يجلسون على الأرصفة. الفيديو الأخير، التعليق الأخير مشاهدينا على هذا الفيديو كان لجلال والذي علق قائلا: أعتقد هاي إهانة لشخص رجل المرور المحترم من قبل هذا الشاب الغير واعي، فرجل الدولة لابد أن يكون رزن ذا وقار وهيبة. أتوقع أننا لا نتفق معك يا جلال، فأول راتب سيبعد الوقار. أما الآن مشاهدينا دعونا ننتقل معا إلى الخبر التالي، تحديدا إلى المطبخ، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لطفلة عراقية تبلغ من العمر
10 سنوات، وهي تقوم بتحضير القوز بطريقة عراقية مميزة، لا سيما وأنها قامت بتحضير المواد والمقادير مسبقا. الفيديو أعجب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا معها وحول طريقة العمل المميزة، بالإضافة إلى نظافة المطبخ. ويبدو أن المقطع أثار سخط البعض من النساء اللواتي لا يتقن طبخ القوز. دعونا نتابع معنا. بعد أن شاهدتم الفيديو تحديدا، سؤالي للمشاهدات، هل تستطعن إعداد الطعام بهذا الشكل؟ أما الآن مشاهدينا دعونا ننتقل لنرى بعض التعليقات عبر إنستغرام. نبدأ بفنار والتي علقت تقول: الله يحفظها ويبعد عنها العين والحسد، أكيد الأم المميزة رح تكون بنتها مميزة، وألف تحية للأم اللي علمت البنت من صغرها على بعض المهام المنزلية. أما التعليق التالي مشاهدينا كان لحساب يسمي نفسه توفي، والذي علق يقول: صدقة لله، شقد حبيت التراكة والجمال، الله يحميها ويحفظها لأهلها، كلش حبيت. التعليق الأخير كان لشاكر، والذي علق يقول: هاي من تكبر الله يحفظها، اللي يتزوجها ما يخسر، هم حلوة ونظيفة وهم معدلة وأم بيت وهم تسوي قوزي، بعد شريد الرجال أحسن من هيج، الله يحفظها. هذه كانت التعليقات على هذا الفيديو، وهذه كانت أخبارنا العراقية لهذا الأسبوع. لكن مشاهدينا ما زال بجعبة المزيد من الأخبار والقضايا العربية والعالمية والتي سنبدأ باستعراضها، لكن بعد فاصل قصير. أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أداء المطربة الإماراتية أحلام وصلت رقص في أحد الأعراس بمدينة الرياض. وأظهر الفيديو المتداول أحلام وهي ترقص برفقة الفنانة السعودية وعد على أنغامي، أغنية للفنان محمد عبده، وسط تفاعل كبير من الحضور. وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع وحظي بتفاعل واسع من جانب المغردين الذين رحبوا بوجود أحلام في الرياض. دعونا نتابع الفيديو معنا. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو؟ دعونا ننتقل إلى إكس ونرى بعض ردود الفعل. نبدأ بالعنود والتي علقت وقالت: الله يرحم الفنانة رباب، مو فنانين هالوقت اللي صاروا، مجرد استعراض. أما التعليق التالي كان لفلة والتي كتبت: فنانة ومن حقها، وبالتالي هي إنسانة حالها حالنا،
صح مرات تلقب نفسها بالملكة بس ما يخالف. التعليق الأخير كان لشهودة والتي كتبت وقالت: أكيد هذا عرس وحفلة نسائية، لأنه مو معقول أحلام ترقص قدام الرجال بهاي الطريقة، ولو هي أمة لا إله إلا الله شافته. هذه كانت التعليقات على فيديو أحلام. دعونا نبقى بالوسط الفني لكن ننتقل إلى خبر آخر، ومن الأحداث التي جرت خلال هذا الأسبوع وتصدرت المشهد كانت حين نزل شاب على ركبته في عرض للزواج للفنانة اللبنانية نوال، وذلك على الهواء مباشرة، وذلك خلال إطلالتها في أحد البرامج التلفزيونية. مقطع الفيديو لشاب يدعى ميشيل جلس على ركبته ليقدم باقة من الورد لنوال وخاتم عارضا عليها الزواج، إلى أن نوال تفاجأت وتساءلت عما إذا كان الأمر جدي، ثم شكرت نوال الشاب وتمنت له حياة سعيدة مع الإمرأة التي سيختارها ويحتفظ بالخاتم لها، رافضة بشكل لبق عرض الزواج. دعونا ننتقل لنشاهد عرض الزواج هذا. في عندي شغلة وبدي أقولها قدام ملايين من العالم اللي عم يحضرونا الليلة. أنا معجب فيك وأنا بحبك وبدي أتقدم لك إذا بتقبلي تتزوجيني. عندي بروبوزل على الهواء. أوه ماي ميشيل، تعال يا ميشيل تعال. لا هو خلي اشوف الطول، بدي ادرس المواصفات. ميشيل عم يطلب ايدك على الهواء بروبوزل. انجار فرجيني خاتم. ود يو ماري مي. قرب قرب لشوف، قرب. يا الله ميشيل، لا جاي بسرعه. هيدا اول بروبوزل لإلي. ميشيل أول بروبوزل للفنانة. لا سوليتير. أوه ماي جاد حبيبي أنت يا ميشيل، بس أنا سكرت على الزواج خالص. خلينا نضل نحب بعض هيك. تكسفي لك قلب ميشيل. لك خدي الخاتم سوفينير. ثانك يو حبيبي. في موسى ايش ومهبوب. انا ما بقبل اتزوج بقى. أيه. ما حاتزوج. انت رفضتي خلص، سكرتي باب. ايه سكرت. طيب انا برايي هيدا خليه للمره اللي عن جد رح تكمل معك حياتها. ومن عرض زواج لم يكلل بالنجاح الى اكبر زفاف هذا الاسبوع، حيث شهد مسجد السلطان عمر علي سيف الدين في سلطنة بروناي عقد زواج أشهر أمير عازب في آسيا، وهو عبد المتين والذي يبلغ من العمر 32 عاماً. تزوج من أنيشا عيسى كاليبيتش، لكن الذي فاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي كمية الألماس الذي تم منحه للعروس أنيشا، حيث ظهرت بتاج مليء بالألماس بالإضافة إلى باقة ورود هي الأولى من نوعها، وهي الأخرى عبارة عن ألماس خالص. دعونا ننتقل سويا لنشاهد الفيديو والزفة المكللة بالألماس. مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذا الفيديو كانت هذه الأخبار الأشد تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا، لكن ننتقل وإياكم إلى أعلى الفيديوهات التي كان لها مشاهدات عبر تطبيق تيك توك، والتي سنبدأ باستعراضها لكن بعد فاصل قصير.
بكم من جديد. الفيديو الأول كان لطفلة جالسة في قاعة انتظار وكانت تحاول تقمص دور الأم بحركات لا إرادية. المقطع حصل على 9 ملايين مشاهدة. دعونا نتابع. Também na quinta-feira, do mesmo dia, nós teremos missa na comunidade Santa Teresinha, às 19 horas, e nós vamos terminar essa missa lá de Santa Teresinha com a bênção do Santíssimo, lá para a comunidade. Então, gostaria de convidar a todos a participarem de um desses dois momentos, ou da novena de São Sebastião, ou da missa lá na capela Santa Teresinha. Quinta-feira nós não teremos missa de manhã. Mas em compensação, na sexta-feira, no dia 12, se não estiver chovendo, né, durante a semana, e se a sexta-feira também não amanhecer chuvosa, eu vou mudar. الأنثى تولد وبداخلها جينات أمومة بالفطرة. أما الفيديو التالي مشاهدينا كان من نصيب طائر الباجي وهو يقوم بحركات وأعمال جميلة تم تدريبه عليها. فقد حصل الفيديو على 7,480,000 مشاهدة على تيك توك. دعونا نتابع. وهذا هو الطائر اللطيف الذي تصدر تيك توك. أما مقطع الفيديو الأخير الذي سنشاهده يعود لشابة عراقية وهي تتحدث إلى زوجها بطريقة غنائية وتشكو له من أمه وأخته لينال المقطع على 11 مليون مشاهدة. ألو ألو حياتي، طالع تعبان وحاير مالي خلقت. احكي بسرعة، اختصري لي وقولي اللي عندك. لا لا هيك احكي شبيك. لا انسى، صارت خرسة. امك سمعتني حجاية وخلتني ابكي. هالنوب امي تتقصد قدام اختك عني تحكي. اي انطيني شوية ألم وربع ساعة قهر احكي الصف. حان الان موعد نشرة الاخبار. اوف من اختك يا ستار، مسمومة ومن عندي تغار. ما احكي لك بي صار، ما اريد افضح لك الاسرار. تعرفني شقد حبابة وما احب. اها تعلميني بيش. مو تدري الخاطر عينك كل شي تحمل. ايه ادري، بس تعبوني وضوجوني ولازم نعزل. لازم نعزل؟ بيت وسيارة وعادي بكل شي اقبل. راح تخبل. اسمعني وركز عمري لا تستعجل. هاي شي خلصها الا اخلي اختك ترجع تتوسل. تتوسل؟ ما تتعبين ما تملين، بس زعتيني شقد تحجين. اش دعوة وهن كلمتين، يا رب منين القاها منين. بس لو تدرين اني وين. قولي حبيبي انت وين. باب المحكمة، راح أتزوج عليك وأخلص. عمي راح أقوم أفرش الزواج. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أراكم الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد. أما الآن إلى اللقاء.